كيف ولدك سمعتي انه عيان؟ والله عنده اسهال واستفراغ، اعتقد انه انفلونزا. انفلونزا؟ انا اعتقد انه عنده تسمم اسهال واستفراغ. اكل شنو؟ هو اكل رز بس. والرز طبخته كويس في درجة الحرارة بتاعته؟ انا طبخته كويس بس سبته برا لغاية ما هو جه من المدرسة اديته اليوم. لا تترك الطعام المطهي الذي لم يتم تناوله أبدا بالخارج على المنضدة لمدة طويلة. برد بقايا الطعام والأطعمة التي سيتم تغليفها في غضون ساعتين من طهيها. برد الطعام بسرعة عن طريق توزيعه في أوعية قليلة العمق، ثم ضع الأوعية في الثلاجة. إذا ظل الطعام بالخارج لأكثر من ساعتين تخلص منه فورا. لا ما تحطي في الرف الفوق ده. برد اللحوم والدواجن والأطعمة الأخرى المعرضة للفساد بسهولة أو جمدها بمجرد وصولك بها من المتجر إلى البيت. يجب تبريد البيض في غضون ساعتين. احفظ اللحوم والدواجن والمأكولات البحرية النيئة في وعاء أو على طبق في الرف الأسفل من الثلاجة، فهذا يحول دون تقطير سوائل هذه الأطعمة فوق الأطعمة الأخرى. لا تحفظ الحليب أو البيض أو منتجات الألبان في باب الثلاجة، فالباب يعد أدفى جزء في الثلاجة. يجب ضبط الثلاجات على درجة حرارة 40 درجة فهرنهايت أو أقل. يلا نعمل الغداء جداد ورز وسلطة. كويس. لا غسل الإيدين أول. اغسل يديك بالصابون والماء الدافئ لمدة 20 ثانية على الأقل قبل تعاملك مع الطعام وبعده، فالأيدي النظيفة تقي أسرتك من الإصابة بالأمراض. تذكر أن تغسل يديك قبل تعاملك مع الأطعمة وبعده. اغسل يديك بعد استخدامك لدورة المياه، وبعد تغييرك لحفاضات الأطفال، وبعد ملامسة يديك لأي حيوان أليف في منزلك. يلا نشيل السلطة ونقطعها. خلينا نغسلهم في الأول. اشطف جميع الفواكه والخضروات الطازجة دائما تحت ماء جاري نظيف قبل تناولها أو إعدادها للطهي. وحتى إذا كنت لن تتناول القشرة الخارجية لثمرة الفاكهة والخضر فشطفها مهم جدا، فالجراثيم يمكن أن تنتقل من الغلاف أو القشرة الخارجية إلى الجزء الداخلي من الفواكه والخضروات في وقت إعدادك لتناولها. استخدم فرشاة تنظيف خاصة بالمنتجات الغذائية لتنظيف الفواكه والخضروات ذات الغلاف أو القشرة السميكة. يلا نقطع السلطة. لا خلينا نغسل أول، المفروض نغسل القطاعة والسكين أول ويدينا بعدين نقطع السلطة. نظف ألواح التقطيع والأواني الخاصة بك في غسالة الأطباق أو اغسلها بالصابون والماء الساخن في كل مرة تستخدمها للوقاية من انتشار الجراثيم. إن أمكن يفضل استخدام ألواح تقطيع مختلفة للحوم والدواجن والمأكولات البحرية والمنتجات الغذائية. لا ينبغي وضع اللحوم النيئة أبداً بجوار أطعمة لن تطهى على الفور أو أطعمة جاهزة للتناول. تذكر دائماً أن تغسل يديك بالماء الدافئ والصابون لمدة 20 ثانية بعد التعامل مع اللحوم والمأكولات البحرية والدواجن النيئة. الرز جاهز، يلا نعمل الأكل. خلينا نقدر الحرارة أول. لا يمكنك الحكم على نظرة الطعام من شكله أو رائحته أو حتى مذاقه. استخدم مقياس حرارة ترمومترا خاصا بالأغذية. ادخل مقياس حرارة في وسط أثخن جزء من اللحم من دون لمس الدهون أو العظم. ادخل مقياس حرارة في جانبي قطع اللحم الرفيعة مثل همبرجر وصدر دجاج للحصول على درجة حرارة دقيقة. عند إعادة تسخين الطعام في ميكروويف عليك بالتقلب دائما، وقم بتتوير الطبق وغطي الطعام جيدا للحيلولة دون بقاء مواضع باردة تسمح للجراثيم بالتكاثر. وتذكر عند إعادة تسخين الصلصات والحساء والمرق يجب أن تصل إلى أقصى درجة غليان، فمن الممكن ألا تموت الجراثيم إذا لم يسخن الطعام كما ينبغي. أوف
أخذي من السلطة والحمص زي. ليها زمن برا؟ لا لا بس ليها كم ساعة. أهي حلوة. حتى إذا كان الطعام موجود بالخارج ما زال محتفظا برائحة طيبة أو بشكل مقبول أو حتى بطعم جيد، إلا إنه من الممكن جدا أن يكون معبأ بجراثيم. لا تتذوق أبدا طعاما ظل بالخارج لأكثر من ساعتين. أنا مبسوطة الليلة إنك أنت تغديتي معايا. الحمد لله الأكل طعمه حلو وما قلقان علينا حين أمرض. شكرا لك. يلا شيل الأكل ووديه الثلاجة بعدين.